محمد مرعي أخصائي جراحة المناظير والسمنة، نرحب بك ضيفا على هواء إذاعة وتلفزيون هوانا سوشيال ميديا، بنتمنى أنك تكون بخير. أهلين، حياكم الله جميعا، إليك ولجميع المستمعين. نعم، أهلا وسهلا فيك. طبعا دكتور محمد، مرض السكري صار مرض العصر، يعني أغلب الناس أو في كل بيت في عنا حالة مصابة بمرض السكري. نعم دكتور محمد. نعم صحيح. نعم الصوت واضح، سامعني منيح؟ صحيح واضح. تمام، خلينا نعرف للناس عن مرض السكري، عن أنواع مرض السكري، وبعدين رح نفوت بموضوعنا، اتفضل. بداية برحب بجميع المستمعين وفيك ولطرح هذا الموضوع الجميل، وفعلا هو موضوع كثير مهم، لأنه في كل بيت في فلسطين وفي كل العالم في إنسان بيكون بيعاني من السكري. السكري هو عبارة عن مرض مزمن، هذا المرض بيكون نتيجه لسببين، وهو في منه أنواع. النوع الأول اللي هو السكري تايب 1، هذا بكون عادة بيظهر بالأطفال، بكون سببه أنه البنكرياس ما بينتج عنا إنسولين الضروري لتنظيم السكر. هلأ راح نحكي شو وظيفة الإنسولين. النوع الثاني اللي هو بشكل 90% من مرضى السكر، اللي هو النوع الثاني، بكون أنه البنكرياس بينتج إنسولين ولكن بكمية غير كافية، أو أنه الخلايا الجسم ما بتتقبل هذا الإنسولين. هلأ شو وظيفة الإنسولين؟ الإنسولين وظيفته إنه يأخذ السكر من الدم ويأخذه يدخله داخل الخلايا مشان الجسم يستفيد منه والخلايا تعمل بشكل جيد. هلا بس للمعلومات، عنا إحنا في العالم تقريبا نسبة بين 15-25% من الناس بيعانوا من السكري، يعني نسبة كبيرة. في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية في عنا 40 مليون شخص مصابين بالسكري. صح. هاي حقائق كثير عالية. نعم عفوا، يعني بعيدا عن مرض السكري عنا إنفلونزا، إحنا يعني مرض الموسم كمان كلنا مصابين فيها. دكتور محمد هل تسمعني؟ نعم صحيح. نعم دكتور محمد، هناك علاقة كبيرة بين السمنة ومرض السكري. صحيح. هلأ نعم. تعتبر السمنة هي من الأمراض برضو المزمنة مثل مرض السكري، اليوم صاروا يعتبروها مرض مزمن. نعم. هلأ السمنة منتشرة بالعالم بشكل كبير، لدرجة إنه الدراسات بتحكي إنه من هون لعشر سنوات رح يصير نصف الكرة الأرضية، نصف سكان الكرة الأرضية. نعم. هم عندهم وزن زائد. طبعا السمنة تصنف أصناف ودرجات وإلها حساب معين، اللي هم نحسب مؤشر كتلة الجسم مشان نحكي عن المريض إنه هذا عنده سمنة أو لا وشو درجتها. هلأ شو علاقتها بالسكري؟ المرضى اللي بكون عندهم سمنة وبكون عندهم سكري بنفس الوقت، بكون تجاوبهم للإنسولين أضعف من الإنسان اللي ما بيكون عنده سكري، تجاوبهم للعلاج بكون أصعب، والسمنة بنفس الوقت هي إحدى الأسباب التي تؤدي إلى السكري كمان. نعم. هلأ فكمسبب. نعم. تفضلي. هلأ في من خلال علاج السمنة إحنا وصلنا لعلاج مرض السكري عن طريق الجراحة. صحيح. هلأ إحنا بنعرف كلنا، كل الناس بيعرفوا إنه السكري ما له علاج في العالم، وهو عبارة عن أدوية بأخذها المريض سواء إنسولين أو أدوية تانية لتنظيم عمل السكر في الدم. هلأ جديد بالصدفة طبعا كانوا الناس يروحوا يعملوا عمليات للسمنة مشان ينزلوا وزنهم، فاكتشفوا إنه المرضى اللي بكون عندهم سكري ووزن زائد وبيعملوا هاي العمليات، اكتشفوا إنهم جزء كبير منهم بيشفى من هذا المرض، أو بتحسن وضعهم لدرجة إنه بينزلوا الأدوية اللي كانوا يأخذوها وبيخففوها. فهنا بدأوا يبحثوا عن الموضوع، لأنه هذا كثير الموضوع مهم، إنه أنت توجد علاج للسكري تام يشفى المريض يبطل يأخذ أدوية، هذا إشي يعتبر صرعة في عالم الطب.
فبلشت صحيح. الدراسات على هذا الموضوع. طبعا العملية هاي اللي رح نحكي عنها طبعا بيسموها الجراحة الاستقلابية صحيح؟ نعم صحيح، هي عملية جراحة استقلابية. نعم دكتور، كانت في البداية تسمى عمليات جراحة السمنة، اليوم لأنه لك وإلها تأثيرات أخرى صارت تسمى جراحة استقلابية. ما المقصود بالجراحة الاستقلابية لمرض السكري؟ الجراحة الاستقلابية هي جراحة، هي عدة عمليات جراحية، من ضمنها مثلا عملية قص المعدة، تحويل المسار، عمليات مشهورة جدا. نعم. هاي العمليات لما تجرى للإنسان بصير عنده تغيرات في هرمونات الجهاز الهضمي، فاكتشفوا أنه إلها آثار إيجابية، من ضمنها علاج الأمراض اللي إلها علاقة بالعمليات الأيض والاستقلابية مثل السكري، وكمان إلها كمان وجدوا إلها تأثيرات على كثير أشياء في الجسم، مثلا على ضغط الدم، على مستويات الهرمونات بشكل عام. الستات اللي بيكونوا عانوا من مشاكل نسائية وبيكونوا غير قادرين على الخلفة، وجدوا أنه بتحسن نسبة الفرص الحمل عندهم، وكل هاي كانت نتيجة هاي العمليات والنزول في الوزن. مشان هيك بيعتقدوا انه راح يكون لها مستقبل كبير في علاج مثل هاي الامراض. نتمنى ان شاء الله يا رب انه كل مريض سكري بيخلص من هذا الكابوس. طبعا دكتور محمد، متى يتم اللجوء للعملية الجراحية لعلاج السكري؟ تمام. هلأ إحنا من شروط إجراء هاي العمليات إنه نعم. يكون المريض عنده وزن زائد. إحنا بنحسب إشي اسمه مؤشر كتلة الجسم، وزن المريض على الطول تربيع، بيطلع عنا رقم. إذا كان هذا الرقم نعم. فوق الخمسة وتلاتين وبكون المريض عنده سكري أو ضغط أو أمراض قلب، بكون مؤهل إنه يعمل هاي العمليات. ليش؟ لأنه راح يكون لها فوائد عظيمة عليه، مش بس من ناحية نزول الوزن، كمان من ناحية الأمراض اللي بيعاني منها المريض. نعم. يعني دكتور محمد، إذا ما كان عنده سمنة ما قص معدة أو تحويل مسار، يعني إذا ما كان عنده سمنة ما بيزبط إنه نعمل له هاي العملية؟ هلا إذا ما كان عنده سمنة لحد الآن ما بزبط، مع إنه حاليا في كثير دراسات حول العالم نعم. بيحاولوا يعملوا هاي العمليات للناس اللي بيشكوا من سكري ولكن ما بيكون عندهم سمنة مفرطة. في بعض الدول عملت بعض العمليات بس لسه ما انعملش دراسات كافية عليها مشان يعمموها وتكون إشي يعني من ضمن العلاجات، ولكن في المستقبل نعم. القريب راح تسمعوا عن عمليات خاصة للسكري لعلاج السكري. سبق وان عملت عنا بفلسطين؟ احنا طبعا عملنا عمليات كثيرة، قص معدة او تحويل مسار للمرضى. نعم. وكان جزء من مرضانا عندهم سكري، احنا عملنا دراسة على الموضوع هذا. نعم. جينا جمعنا الحالات اللي اشتغلناهم على فترة تقريبا سنة ونص، فكانوا تقريبا 400 حالة، طلعنا منهم المرضى اللي كان عندهم سكري وأجرينا معهم اتصالات ومتابعات وفحوصات على مدار سنة. اكتشفنا انه 60% من هذول الناس بعد سنة من العملية نعم. تقريبا شفيوا من مرض سكري، منهم وقف أدوية الإنسولين وأدوية السكر. في عنا تقريبا 30% خلصوا من الأدوية بشكل كامل دكتور؟ ما فهمتش عليه. اتخلصوا من الأدوية بشكل كامل؟ تمام. هلأ احنا عندنا تعريف انه شو يعني انه شفي من السكري، انه رجع السكر عنده طبيعي في الدم نعم. بدون ما ياخذ اي دواء لمدة سنة كاملة. هاي تعريفنا لانه شفي من السكري. تمام. دكتور محمد، يعني هل هناك سلبيات لهذه العملية أو أثار جانبية ممكن أن تحصل فيما بعد؟ هلأ هاي العمليات زي أي عمليات لها بعض الآثار السلبية، ولكن إحنا طبعا منوازنها من ناحية علمية. إذا بكون المريض عنده سمنة مفرطة، عنده سكري، عنده ضغط، عنده مشاكل كتير زي الجلطات على القلب أو على الدماغ،
بنيجي بنقيسها انه قديش راح يستفيد من هاي العمليه. نعم. بما انه فوائدها تفوق بكثير بعض الاعراض الجانبيه فاكيد المريض بالنهايه راح يستفيد كثير لصحته، ولكن انه يجي مريض يعملها لإشي تجميلي وما يكون يحقق الشروط انا ما يعني ما احنا طبيا نقبل نعمل هاي العمليه لهيك حالات، واصلا استفادته من العمليه تكون قليله جدا. نعم، يعني عملية الجراحة أو الجراحة الاستقلابية للعلاج من مرض السكري لها شروط طبعاً، لها أنواع معينة، إنه أكثر نوع ممكن إنه يحتاج لهاي العملية النوع الثاني من السكري. نعم صحيح، النوع الأول لحد الآن ما أثبتتش الدراسات إنه بيستفيدوا كثير، ممكن يستفيدوا شوي لأنه وزنهم بينزل، بس بشكل رئيسي مش راح يستفيدوا كثير زي النوع الثاني. نعم، يعني ممكن انه نعملها للنوع الاول في حال انه احتاجها، يعني ما بتقتصر فقط على النوع الثاني. صحيح، وهي عمليات بشكل رئيسي بتنعمل للناس اللي عندهم سمنة مفرطة، لأن السمنة المفرطة هي مرض بكل معنى الكلمة، وتعرض الإنسان بحياته لعدة أمراض خطيرة، الضغط، سكري، أمراض المفاصل، أمراض القلب، كثير بتعرضوا لمشاكل في المستقبل السمنة. نعم دكتور، هل هناك نصائح للحماية بشكل عام للوقاية من مرض السكري؟ هلأ أهم شيء بالنسبة للمرض السكري والسمنة، نعم، الانتباه والوقاية، وخاصة في فترة الطفولة، يعني الأهل لازم ينتبهوا على أبنائهم شو نوع الغذاء اللي بأكلوه، شو كيف تصرفاتهم في الأكل والشرب، لأنها هاي كثير بتلعب دور. إحنا بتبلش الوقاية من الطفولة. اليوم أطفال كثير عندهم سمنة، وهاي السمنة راح تأدي لسكري بالمستقبل، مشان هيك الواحد ينتبه لأبنائه شو بأكله شو بيشربه، يحاول يركز على الأكل الصحي، وبنصح كل الناس يبتعدوا عن الأكل المصنع، أي أكل مصنع إذا بالضبط هو. نعم. من المشاكل اللي بيواجهها العالم اليوم. نعم، أخصائي جراحة المناظير والسمنة الدكتور محمد مرعي، شكرا لك على هذه المعلومات. شكرا لكم جميعا للاستماع. موفق.